دايما رمضان بيبقى جو هدوء، نعم وبيبقى جو يعني احتفاليه بالشهر الكريم والشهر الفضيل. لكن الحقيقه انا يمكن حاله التوتر على المستوى الرياضي طبعا من اللي بيحصل مع النادي الاهلي، وانا يمكن كنت قاري المشهد ده من قبل حتى ما ندخل شهر 4 كله بمواجهه النادي الاهلي، وتبدو استاذ عصام وكانها بفعل فاعل يعني، وتبدو وكانها مقصوده. مش عارف حضرتك بتتفق معايا في الكلام اللي انا بقوله ولا ممكن يكون ليك وجهه نظر احنا مختلف. في السادسة معاك لو فاكر قلت لك شيء يشبه ما يحدث الآن، يعني الأهلي دايما بيقود عجلة التطوير، هو يعني شأنه الدائم، يعني دايما بيخرج من شرنقة الكرة الموجودة وبتبقى كرة كبيرة بحجم مصر. في سبعينات أواخر سبعينات القرن الماضي أنتج التدريب اليومي بعد ما كان التدريب 3 مرات بالسيد كوتي العظيم، يعني هذا الرجل الذي رحل يعني عن عالمنا، ثم المران على مدار اليوم، ثم مرانين في اليوم، ثم في يعني حقبة أخرى أنتج 3-5-2 لم يكن العالم يعرفها بالسيد فايسا، وهكذا بقى، والاحتراف والعقود، يعني مرحلة التطوير الطبيعي. يعني تدخل فتجد منظومة إدارية لا يختلط فيها يعني الرئيس بالمدير، كل وله عمله، يعني كل الأجيال حتى في الأهلي المعاصر شهادة صالح سليم رحمة الله عليه يجلس في الحديقة لا شأن له يعني بالعاملين والأعضاء إلا حين يكون هناك اجتماع مجلس إدارة. يعني لم يضبط يوم حتى مختار التتش هذا الرجل العظيم لا مدير للكرة ولا مديرا فنيا، لكن كانت هناك دائما تقاليد التتش.